السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هيثم الأغبري من قناة كارس أوماني. طبعا عملنا موقع الإلكتروني لقناة كارس أوماني. أسعد الله أوقاتكم كل خير. رحنا نفض اليوم سيارة من نوع اف جي كروزر وارد بهوان. راح نخبركم عن السيارة بتفاصيل بالكامل. ألفين وواحد وعشرين. طبعاً أبرز ما يميز سيارة الإف جي الموديل سيارة مقارنة بالموديلات القديمة إنها جاءت على الاستيكر اللي موجود على الأبواب من جهة اليمين واليسار. طبعاً لو نجي على الإطارات مقاس 265 على 70 رينج 17 بعجلات الألمنيوم لاستخدام الشعر. طبعا مثل ما ظاهر امامكم اطار احتياطي مثبت على الباب الخلفي مع القفل. لو نجي على المحرك بالسيارة، محرك سعة 4 لتر 6 اسطوانات على شكل V، حقن الالكتروني للوقود بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج وكامة علوية مزدوجة 24 صماما. القوة والعزم المقدار الصافي وفقا لتقدير جمعية مهندسي سيارات 268 حصان. طبعا كل كيلو متر يمشيك على 9.8. ايضا يوجد بالسيارة الحلية بالكروم على المصابيح الخلفية وحلية الكروم للإشارات الانعطاف الأمامية مثل مظاهر أمامكم. راح نخبركم عن السيارة بشكل عام من الداخل. طبعا موجود كاميرا للرؤية الخلفية للعرض على المرآة الداخلية ومثبت للسرعة. يوجد أيضا نظام دخول بدون مفتاح وشاحن USB بالسيارة. المرآة الداخلية من الإلكترو كروم وتجهيزات بلوتوث للهاتف. يوجد بالسيارة شاشة متعددة للمعلومات لعرض قياس الميل والبوصلة ودرجة الحرارة وتحكم كهربائي في غلق الأبواب والنوافذ وعجلة القيادة. تنجيد المقاعد من القماش المقاوم للمياه وعجلة القيادة مكسوءة بالجلد مع تطعيمات فضائية. لو نجي على السلامة اللي داخل السيارة، وسائل هوائية للسائق والراكب الأمامي، ايضا مكابح مانعه للانغلاق مع توزيع الكتروني لقوه الكبح وغرزات الكبح، تحكم في الزحف وتحكم في نشف قوه السحب، تحكم في ثبات السياره، وثلاث مساحات على الزجاج الامامي، نظام لمراقبه ضغط الهواء بالاطارات ومذيب للضباب ومساحه الزجاج الخلفي، وجهازان للاستشعار في الخلف وتجهيزات السلامه بشكل عام. لو نجي على الموسيقى بالسيارة أو المسجل بشكل عام، جهاز موسيقى يشمل 10 سماعات GBL وراديو بموجتين ومشغل اسطوانات مع مضخم للصوت ومخرج USB ومقبس إضافي. لو نجي على الشكل الخارجي للسيارة، مصابيح الضباب في الأمام وتكون حالية العتبات الخارجية الجانبية، وهنا موجود أيضا حالية بالكروم على إشارات الإنعطاف الأمامية، وسقف أبيض اللون ما عدا السيارات ذات اللون الأحمر. طبعا دائما يكون الألوان اللون الأبيض بس تكون